حول الموضوع عندنا عبر سكايب من إدلب مراسل الأخبار الآن أحمد أمين. أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. قتلى وجرحى إذا جرى القصف الجوي على المدن وعلى البلدات في إدلب، ما التفاصيل وما الحصيلة الأخيرة للضحايا إلى حد الآن؟ نعم خديجه، اذا حمله مكثفه تشنها طائرات حربيه تابعه للنظام السوري واخرى روسيه على قرى وبلدات ريف ادلب الجنوبي، هذا الى الان خلف العديد من الجرحى وايضا شهداء بينهم اطفال ونساء. حتى الان وحسب عناصر من الدفاع المدني السوري هناك عائله كامله مؤلفه من 5 اشخاص بينهم اطفال في مدينه جرجناز في ريف معره النعمان الشرقي، ومنذ قليل منذ ساعات ضربت الطائرات قلعه نعم في شهداء. نعم أحمد، هذا الرقم حتى الان لم يتبين لنا صحه هذا الرقم بسبب وجود ضحايا تحت الانقاض، يعني قابل للزياده. طيب أحمد، وضع ايضا هناك المستشفيات التي طالها القصف، المدنيون أيضا الذين قصفت منازلهم ومصيرهم، هل نزحوا باتجاه أين أيضا إذا كانت هناك أي حركة نزوح؟ المستشفيات التي قصفتها الطائرات الحربية الروسية البارحة خرجت تماما عن مشفى الرحمة في خان شيخون ومشفى الرحمن في مدينة التح ومشفى أورنت الجراحي، وأيضا هذا يسبب كارثة لأهالي ريف إدلب الجنوبي، لأن هذه المستشفيات تعد المناطق الوحيدة التي يأوي إليها المرضى النساء والأطفال. هناك حركة نزوح كبيرة من أهالي ريف إدلب الجنوبي بسبب القصف. مدينة كفرنبل على سبيل المثال منذ مساء البارحة وحتى اليوم قصفتها الطائرات الروسية بأكثر من 30 غارة. أيضا الهبيط جارتها لكفرنبل قصفتها الطائرات ب22 غارة حتى الآن. طيب نتحدث عن قصف منازل، قصف مستشفيات خرجت عن الخدمة، قصف منازل الناس يعني أصبحوا بلا مأوى، الوضع الإنساني الآن، وضع المستشفيات ماذا يحتاجون، وضع المدنيين أيضا. الوضع الإنساني الآن ينزحون إلى مناطق تعتبر أكثر أمنا من مناطق ريف إدلب الجنوبي، ربما إلى ريف إدلب الشمالي. نعتمد على بعض النقاط الطبية الموجودة هنا وهم في مناطق آمنة. نعم لابد أن أذكر أن مديرية التربية اليوم نعم أحمد، أعلنت في بيان لها إيقاف مديرية التربية الحرة خديجة، أوقفت اليوم الدوام الرسمي في أغلب مناطق ريف إدلب الجنوبي خشية القصف الروسي العنيف الذي تتعرض له تلك شكرا لك المنطقة. أحمد أمين مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر سكايب من إدلب، شكرا.